دابا مزيان. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع هذا السيد هذا للخدمة ديالو، هي كساب خدم في واحد الفيرما وتعرض للعنف اللفظي والجسدي من طرف مول الفيرما وجرى عليه. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الحالة ديال هذا السيد كيف دايرة. كيقول لنا هذا السيد بان هذا السيد مول الفيرما هو شخص ظالم كيتعدى على الناس كيتكرفص عليهم. انت هو 15 واحد اللي طرى ليه معاك بحال هكا ياك؟ عاود لينا الشريف شنو طارك؟ النداء ديالك دابا، هاد السيد هذا تيجي للموقف ديال حد السوالم وتيهز الخدامه كما عاجبو، تيستي الخدام اللي عادي يضغط عليه الضغوطات والعنف ديالو وتيديه بطوموبيلتو، تيهز جوج ولا داكشي اللي هز وتيديهم بطوموبيلتو باش يخدموا على حسب الكسيبه الفلاحه. انت ملي تبغي تجي تخدم معاه وتخدم معاه وتقابل ليه شغلو هو السيد عارف الميدان ديالو كيداير، حنا ما فاهمين والو معاه. النهار اللي تبغي تخدم وتطراسي الخدمه معاه، الناس العقارب تيعاودوا لينا تيقول لنا حضي راسك هذا السيد ها الدور ديالو ها تيدير. هذا السيد هذا تيتبع عضو جماعه ديال من غير هذه، هو السيد عنده فيرما يعني عنده يخدمكم تيخدمنا في الفيرما فيرما عنده فيرما كبيره كدير انت في الفيرما شنو الخدمه ديالك؟ الكسيبه ديالي تنقابل انا الغلم، تنتبع لهم الغلم هذا الغلم تتمشي ليا ديال عباد الله، تطيح ليا في ديال عباد الله. بلي دير معك شهريه ولا الشهريه تيخلصني ب 30000 في الشهر. 30000 ريال؟ اييه 30000 في الشهر، داير معايا الشهريه. هاد السيد كان كيخلصك من الطبقات؟ هاد السيد تا يخلص، ولكن داك الخلاص ديالو خلاص ديالو داروا اي طريقه، هما العنف والضرب وداك الشيء المشاكل ديالو ما تيهناش منها. هو حقار بالدارجه تعرف حقار. دابا حاليا كنشوفوك انك انت معرض للعنف، حقار اللي تعرضتي ليه؟ العنف اللي تعرضت ليه هو حقار، هو بلي تيحس بك انت فزتي وعقتي وباغي تمشي في حالك من هاد المرض اللي تيدير لك، هو تيطلق عليك واحد خدام تما معاه شحال هادي مجرم، اصلا هو مجرم، عاطيه التخدير عاطيه المخدرات عاطيه باش يقلب ليه مجاجو كاع هادي على سبب هاد المشاكل. تيضرب وبلي تيضرب بنادم تيتخبى ليه في التيق تسع، بلي تتقول لي جيب لي المجرم اللي ضاربني ولا راه لي الخدام اللي ضاربني، تيقول لك راه هرب راه زاد في حالته. هو اصلا ما هربش، هو غير مخبيه في شي قنت. هو هذه هي الخدمه اللي تيدير هذا السيد، وهذا السيد عنده طوموبيل ديال الجماعه تيدخل بها الكوري ديال البقر. انت سيدي حاليا مضروب في عينيك، شكون ضربك؟ ضربني هو الخدام اللي ضاربني، الخدام، ولكن الخدام ضاربو كيتكرفص عليك بالطريقه ديالو، لحقاش هو مطراسي داك الشيء اللي بغى يدير معاه، مطراسي مفاهم هو وياه بالله، مفهم هو وياه بالله. قال لي هاد السيد كاين عطيه علاش تيقلب، لحقاش هاد الشيء راه مفهوم منه كاملين، تيعاودوا الاقارب والجيران هاد السيد هذا حقار. هاد السيد قلتي لي هاد السيد ديما كيدير بحال هكا؟ هاد السيد واحد دار ليه هاد نفس العمليه، خدام بها شحال هادي، بلي تيقول لنا الاقارب والجيران هادي هي في عايله هادي هي خدمته، حنا بغينا نتفكوا منه بلاتي احسن، ما تيخليكش تفك تمشي على راحتك، خاصو لا بدا ما يكرفسك ويطلقك، لا بدا ما يكرفسك ويطلقك. شنو النداء ديالي؟ النداء ديالي هاد السيد راه في دار الجندارم، وشافوه الجندارم وشافوه على وجهه وسجلوا كلشي ديالو اللي تيدير، عند الجندارم عندهم شكايه ديالي، عندهم كلشي وشافوه على وجهه وشافوا كلشي. يعني انت دابا حاليا كطالب بالحق ديالك؟ انا الحقره اللي تنتعرض ليها، والناس اللي ظلموا من قبل مني كلاو العصا وزادوا في حالتهم، وما جاوش لهاد المواقع ديالكم، وما جاوش للمخزن باش يحيدوا باش يطفيوا هاد الغضب ديالو، هاد الحقره ما تيقدروش يجيو ليها، لحقاش هو تيقول لهم سيروا حتى للرباط، سيروا فين ما عجبكم. القانون فوق كل شيء، حنا في دولة الحق والقانون، دابا انت كطالب بالحق ديالك. أييه. ان شاء الله تنصف وتاخذ الحق ديالك من هذا السيد هذا. أييه. بغيتي توصل معاه للقضاء. بغيت نوصل معاه للقضاء. درتي شهادة طبية ولا ما درتش؟ شهادة طبية. شحال وقفها؟ عطاوني فيها 24 يوم. ومشيتي عند رجال الدار؟ مشيت عندهم. اشمن منطقة كاين؟ المنطقة جماعة 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 السيد المكي. تيدير عضو، عضو في الجماعة. هو يا قلت لي عنده فيرما. عنده فيرما كساب كبير كساب كبير، يعني عنده جميع الكسيبة. الرقم ديالك الشريف ديال التليفون شحال؟ الرقم ديالي ديال التليفون 07، أنا المليان 07. إيه. قول أنت 07، قول مورايا. 07 76 76
85 36 04 04 مشاهدي قناتي الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا اللايف باش هذا السيد ياخذ الحق ديالو. يعني كيف ما شاهدتوا معنا هو كساب خدام في فيرما، تعرض للعنف اللفظي والجسدي من طرف واحد السيد اللي هو صاحب هذه الفيرما هذه، وجرى عليه وعنفه. كيقول هذا السيد بان السيد ديما كيدير بحال هكا مع الكسابه اللي كاع كيخدموا عنده. دابا 15 واحد دار معاه نفس الطريقه، هذا السيد بوحدو اللي خرج للاعلام، وهذا السيد بوحدو اللي بغى يهضر على المشكل اللي كيعاني، حيت هذا السيد كيقول انه ظالم وكيتعدى وحقار. يعني كنتمناو الناس المسؤولين يوقفوا مع هذا السيد ويعطيوه الحق ديالو، حيت حشومه ان الناس يتصرفوا معاهم بهذه الطريقه. يعني جدي خدم عندك صافي ما تفهمتوش بلاتي هي احسن، ماشي بالعنف. وانتم كيف ما كتشاهدوا معنا هو السيد دار شكاية عند رجال الدرك الملكي وشهادة طبية اللي فيها 24 يوم. وهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة، غنديرو ريلز ونتلاقاو في بث مباشر آخر.